قرارات العلاقة. ظهرت القرار الكريم من الدكتورة رزيع المنصور زن حياتك ختام القرار الكريم. ترت القرار الكريم من الدكتورة عبد المجيد سيد أحمد عبد الواحد ختام القرار الكريم. عندك الصحة والعافية ماما. ألبسك الله لباس النور، ألبسك الله التاج والسرور، ألبسك الله التقوى والعمل الصالح، ألبسك الله لباس الصحة والعافية ماما حبيبتي. فضيلة الدكتورة جزء على منصور زينة، استرك ستر أولين والآخرين وكبر خاطر قبر النبيين والمرسلين وفوق معك. فضيلة الدكتورة عبد المجيد سيد أحمد عطية، استرك الدنيا والآخرة كمان وكمان، وصل حالك في كل مكان وكل زمان، وبعد عنك شر الإنسان كل من شافك، ولا يصلى على عبدنا على حبيبنا العدنان صلى الله عليه وسلم. رب ادع لنا شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم صل على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم، استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على فحي يا رسول الله، يا رب استرنا في الدنيا والآخرة واشفي كل عافاك كل ما ابتلاك يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ارضى عنا يا رب، يا رب استرنا في الدنيا والآخرة كما وكما، نصلح لك في كل مكان وكل زمان، استرنا في الدنيا والآخرة كما وكما، وكبر بخاطرك وشفيك وعافيك يا مام، اصلح لك ذلك يا رب. ترسل القرآن الكريم ختام القرآن الكريم الدكتور جزا على منصور زن الحديث ختام القرآن الكريم. ترسل القرآن الكريم الدكتور عبد المجيد سيد أحمد عطية ختام القرآن الكريم.